ستار، كابتن جمال قال ان كان بيراميدز المره دي عنده فرصه ذهبيه ربما لن تتكرر، لان اكيد الزمالك هيعود من جديد، الاهلي طبعا ماشي بشكل كويس. هل فعلا خلاص يعني فرصه بيراميدز فيما هو لاحق بقى من مواسم هتبقى اصعب لو لم يكن يحصل على هذا اللقب؟ طبعا يعني الموسم ده من اسهل مواسم زي ما قال جمال، يعني موسم كان سهل جدا، يعني الزمالك كان عنده ماتشات في افريقيا وماتشات متاجله كتير قوي، النادي الاهلي كان بعيد، يعني كان الفرق البناط كانت بعيده كتير قوي. حصل يعني النقطه برضو الحاسمه برضو انه لعب الاهلي ماتشين ورا بعض، يعني المفروض يبقى ايه كفرقه كبيره، فرقه كبيره من الفرق اللي بتنافس على الدوري، الماتش الاولاني خسر، المفروض الماتش الثاني يبقى فيه هدوء اكتر، فيه تركيز اكتر، عشان هو بينافس، هو المنافس، هو ده الفريق اللي بينافسه على بطوله الدوري. ايوه، يبقى لازم يبقى فيه نتيجه ايجابيه، مفيش نتيجه ايجابيه، حصل انهيار، حصل خلاص، موضوع في نادي بيراميدز الموضوع اختلف تماما مع اللعيبه، خلاص دلوقتي مفيش تركيز، زي ما بيقولوا ايه خلاص بقى الموضوع انتهى بالنسبه لهم من بدايه الدوري، ان هم يحسموا على الدوري، لا. اما النهارده الماتشين هم عايز دلوقتي يبقوا في المربع، بيفكروا بيبصوا في المربع، في المربع ان هو يبقى ايه موجودين في المربع عشان يلعبوا بالنسبه لزد. زد بيراميدز، وبيراميدز نفس بيراميدز ان هو يعني هو بيراميدز كده كده ضامن لو لم يتوج بالبطوله هيبقى في المركز الثاني، بس انا بتكلم على كان ممكن هو ياخد الدوري، كان بيراميدز بشكل يعني موسم من اسهل المواسم، عشان كده في مشاكل كتير قوي، تغيير المدرب باتشيكو، جه المدرب الكرواتي، يعني في حتى يعني المدير الفني هو اللي بيدي الاحساس وبيدي انطباع للعيبه واللي بس احنا طول الوقت كنا بنشكر فيها كابتن عبد الستار، يعني كرونسلاف من ساعه ما جه والاستقرار جه مع بيراميدز ووصل ل 14 انتصار متتالي قبل النادي اللعيبه لا لا كل ماتش فيه على طول في عصبيه غير عاديه في الملعب، اللعيبه برضه اللعيبه كبيره جدا، الكواليتي بتاع اللعيبه، انت لو بص اللعيبه اللي موجوده في نادي بيراميدز، يعني اللعيبه عندها ايه، هم بادئين وتركيزهم عالي جدا، وليد الكارتي لا خلاف على السكواد، لكن الناس كلها كانت بتجمع على ان الراجل ده عمل توليفه محترمه جدا. حصل في اخر اربع ماتشات خمس ماتشات ابتدى العصبيه عنده، اللعيبه اهتزت.